بلغ إجمالي المصابين بفيروس كورونا حول العالم حتى صباح اليوم الخميس 221,889 مصاب، كما وبلغ إجمالي الوفيات بسبب الفيروس 8,999 وفاة حول العالم، وبلغ إجمالي المصابين بفيروس كورونا في الوطن العربي 2055 مصاب، وبلغ إجمالي الوفيات بسبب الفيروس في الوطن العربي 34 وفاة، وبلغ إجمالي المصابين بفيروس كورونا في السعودية 238 مصاب، وأيضاً في الأردن 56 مصاب، وفي قطر 452 مصاب، وبلغ إجمالي المصابين بالفيروس في مصر 210 مصاب. ومن ناحية أخرى، بلغ إجمالي المتعافين من فيروس كورونا حول العالم 84,179 حالة شفاء.